الأمراض بقى، نتكلم على الشكل، أقول لكم على تكنيك رائع 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 وسهل وبسيط تعملوه كل يوم قبل ما تناموا. هتقوموا الصبح تلاقوا شكلكم وشكم حلو مشدود، بشرتكم مشدودة، مع الاستمرار طبعا هيبقى مفيد جدا. ده أنا بشتريش أي كريمات، كنت زمان بشتري على فكرة، صرفت فلوس قد كده على الكريمات وما عملتليش حاجة، كلها بيبقى فيها حاجات صناعية. ده أنا كريم عاملاه في زبدة الشاية وجوز الهند، أنا عاملة فيديو ازاي عاملة الكريم ده. أنا دلوقتي هوريكم التكنيك. ادي التكنيك بقى، هنعمل ايدينا كده بصابعنا دي ونبدا في الحتت اللي هي فيها عظم زي القوره، بندوس جامد، بندوس يعني مش مهم عندنا، نوصل لغايه سنتي او 2 سنتي من بدايه الجلد فروه الشعر ونبدا. شايفين؟ هنيجي هنا نعمل برفق، برفق جدا عشان ما كسرش الكولاجين. باجي هنا وبعمل جامد كده في العظم، بدخل صابعي حوالي سنتي برضو جنب الودن هنا كده، طرحة اتشالت، طبعا هنعمل الناحية التانية بس انا عشان اختصر الوقت. طبعا هنعمل الناحية التانية زي دي، وبعدين حاجة بسيطة جدا لو عملته كل يوم كده بالليل قبل ما ننام، الجلد بيتشد لأن بيتمدد من الحركة دي، يعني ما نعملش جامد عند الخدود وعند الحتت الطرية، نعمل جامد بس عند الجناب كده، هتلاقوا نتيجة هايلة جدا، هتشد الجلد، هتنشط الدورة الدموية، هتنشط الغدد الليمفاوية. بعد ما نخلص بنعمل كده عشان نعمل تصريف للسائل الليمفاوي، برضو هنعمل رقبتنا ما ننساش، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ومعلومة مفيدة. على خير يا رب.